عقد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي اجتماعاً مع محمد سامي المدير العام لشركة ساب مصر والوفد المرافق له، ويستهدف اللقاء متابعة مستجدات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات ARB في عدد من الشركات القابضة والتابعة. كما تم خلال اللقاء استعراض المواقف التنفيذية للمشروع في الشركات القابضة للصناعات الكيميائية والمعدنية والغزل والنسيج وعدد من شركاتها التابعة. قام وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بزيارة لمحافظة القليوبية لتفقد حالة الترع بنطاق المحافظة، كما التقى وزير الري بعدد من المزارعين لتقييم الموسم الصيفي بالقليوبية. هذا وقد وجه الوزير بسرعة اتخاذ إجراءات الحفاظ على قطاع ترعة الباسوسية والتأكيد على مراعاة الأسلوب الفني الأمثل خلال تنفيذ عمليات التطهير مع العمل عن طريق صنادل للحفاظ على القطاع المائي للترعة. أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تهدف لتطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمراني حضري. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان مع مسؤولي الوزارة لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق. ووجه وزير الإسكان بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة والتصدي للمخالفات والتعديات. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكاً استراتيجياً لمصر في عدة مجالات وخاصة في مجال البترول والغاز. جاء ذلك خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. ولفت الوزير إلى أن شركتي أباتشي وشيفرن الأمريكيتين لديهما محفظة أعمال مهمة في مصر. من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية أن بلادها تدعم مصر كمركز إقليمي هام للطاقة في المنطقة، ولديها من البنية الأساسية والتسهيلات التي تؤهلها لذلك الدور. التقى وزير البترول كريم بدوي مجموعة سفراء مصر الجدد بدول العالم، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية. واطلع الوزير خلال اللقاء السفراء أو أطلع الوزير على أوجه التعاون الممكنة وفرص الاستثمار في قطاعات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين الأخضر. كما أشار وزير البترول إلى الإجراءات وحزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة لتحفيز شركاء الاستثمار على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط 1%، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية إثر موجة صعود أشعلتها اضطرابات الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجبر الإعصار فرانسين المنتجين على إخلاء منصات إنتاج، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 92% ليصل إلى 72 دولارا و63 سنتا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.15% ليسجل 69 دولارا و76 سنتا للبرميل. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 35% لتصل إلى $2.12 للتر. كذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.48% تسجل $2.39 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت بورصتا الأسهم في الإمارات مدفوعتين في المقام الأول بمكاسب أسهم القطاع المالي، وسط توقع المتعاملين خفضا كبيرا لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل. وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.9%، وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.5% مدفوعا بمكاسب قطاعات رئيسية.
ارتفعت الأسهم الأوروبية متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من أسهم شركات التعدين في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى البنك المركزي الأمريكي ترقبا لإطلاقه دورة من التيسير النقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل. وصعد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.5%، وزاد المؤشر كاك الفرنسي 0.3% بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة بنسبة 2.2% على أساس سنوي في أغسطس، بما يتماشى مع القراءة الأولية. ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 2.2% في أغسطس على أساس سنوي، بما يتماشى مع البيانات الأولية المنشورة أواخر الشهر الماضي. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.6% في أغسطس آب بعد ارتفاعها 0.2% في يوليو. وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على اقتراح برفع سن التقاعد بسبب انكماش قوة العمل والتخفيف من الضغوط على ميزانيات المعاشات التقاعدية. وسيتم رفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 63 عاما، وللنساء العاملات في المهن المكتبية من 55 إلى 58 عاما، وللنساء العاملات في المهن اليدوية من 50 إلى 55 عاما. أظهر تقرير للبنك المركزي الأمريكي أن ثروات الأمريكيين ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري إلى 163.8 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق بفضل زيادة أسعار العقارات فضلا عن المكاسب في سوق الأسهم. ويرجع الارتفاع في صافي ثروات الأسر والمؤسسات غير الربحية الذي بلغ 161 تريليون دولار في نهاية الربع الأول إلى حد بعيد لزيادة قدرها 1.8 تريليونات دولار في قيمة حيازات العقارات ومكاسب قدرها 700 مليار دولار في قيمة حيازات الأسهم. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى ليلى ومحمد. إليكما. شكرا لك سارة.